تنظن بأنه كاين تحفظ يعني حسينا رشيد بأنه كاين تحفظ لأنه جاني فانتينو رحب بالفكره رحب بالفكره ديال الملف الثلاثي واللي غادي يزيد يرشح انه يعني المونديال ديال 2030 غيكون غي فيه ملف مشترك هو العدد ديال المنتخبات اللي كنعرفوا غير طافع ابتداء من 2026 الى ما تزادش ابتداء من 2022 لا باقي هاد القرارات ما تحسمش انه كاين الان محاوله ولا يعني سعي من الاتحاد الدولي على انه يطبق يعني كاس العالم ب 48 منتخب ابتداء من آه مونديال قطر فمونديال 2026 اكيد ان الامور حسمت مونديال 2030 بطبيعه الحال آه كاين تحفظ وهذا عادي لانه ما يمكنش رئيس التحالف الدولي يصرح ولا يتحيز لشيء ولكن مرحب بال بال بالفكره خصوصا انه كاين تقارب بين البلدان الثلاثة نعم بالفعل يعني بالنسبه لنا كصحفيين مغاربه كان السؤال الذي يطرح نفسه بالاضافه للسؤال حول تنظيم قطر لكاس العالم 2022 هو ملف المغرب المشترك مغرب اسبانيا والبرتغال لاستضافه كاس العالم 2030 بعد يعني اقصائه من ملف 2026، لاحظنا بانه اجوبه رئيس الفيفا انفانتينيو كانت يعني يمكن وصفها بالدبلوماسيه، تحاشى يعني تغليب طرف عن طرف اخر، ابدى رغبته او ابدى استعداده لتدارس جميع الطلبات التي ستتقدم، تحدث عن طلبات ستتقدم من امريكا الجنوبيه، عن ملف مشترك بين انجلترا وعدد من الدول الاخرى، يعني ترك الباب مفتوح ولم يعني يمكن القول انه تعمد عدم الحسم في هذا الموضوع او عدم ابداء تغليب راي على راي اخر او ملف عمل ملف اخر بالرغم يعني من تصريحات المغرب وبالرغم يعني من توجه المغرب الاخير الذي اعلن خاصه في لقاء رئيس الحكومه سعد الدين العثماني برئيس الحكومه الاسبانيه الطرف اللذان اكدا رغبتهما في تقديم ملف مشترك لتنظيم هذا الكاس كاس 2030 لا يوجد هناك اي تحفظ في نظري انفونتينو اراد ان يبقى في مسافه يعني في مسافه متساويه مع جميع الدول التي يمكنها ان تقدم ترشيحاتها ولكن انفونتينو اليوم جاب شي حاجه جديدة اليوم قال بصريح العباره وهذا معمر قالوا بان الفيفا هي منفتحه على جميع الترشيحات يعني حتى الترشيح ديال المغرب واسبانيا والبرتغال وقال بان منذ مئة الف 100 عام يعني قرن دابا وهي كاس العالم كدار ما عمرها كوب دي موند بين قارات مختلفه اليوم كان هذا المعطل الجديد بان هناك فهو يفتح الباب لهذا المعطل الجديد وقال بانه يمكن لا يوجد اي مانع في الاستاتيو ديال الفيفا اللي يمنع هذا الترشيح هذا ولكن قال بانه سيحترم وسيبقى على مسافه متساويه ما بين جميع الترشيحات التي يمكن ان تاتي من قبل ان هناك ترشيحات من امريكا اللاتينيه هناك في اوروبا وهناك ممكن للترشيح يعني المغربي الاسباني البرتغالي اراد ان يبقى كما هو معتاد فجيني انفانتينو ما يمكنش ينحاز لشي طرف ويغلب طرف اخر رغم ما شفناه مع الولايات المتحده الامريكيه في الترشح الاخير ديال ديال المغرب المونديال 2026 ولكن ملي تطرح السؤال عليه بخصوص المونديال 2030 فهو على الاقل قال بان ما كاين حتى اشكال قانوني اللي غيمنع المغرب باش انه يترشح مع في ترشيح مشترك مع اسبانيا والبرتغال علما بان تكون اول مره في التاريخ اللي جوج قارات غينظموا أه كاس العالم ولا غيترشحوا للتنظيم تحدث كذلك ب يعني على مجموعه نقاط اخرى على الموندياليتو الرفع من عدد الانديه ديالها ولكن كذلك واحد تحفظ ملي تطرح عليه السؤال حول امكانيه اعطاء المغرب ولا منح المغرب شرف ديال التنظيم ديال هذه النسخه اللي غتكون تقريبا ما بين 24 حتى 32 نادي يعني كان هناك نوع من التحفظ ولكن في معظم النقاط كاين نقاط ايجابيه اللي تحدث عليها اللي كتم تطوير الكره الافريقيه والعالميه الافريقيه علاش لان شفنا واحد دوري الامم الافريقيه اللي يقدر يتطرح الا ما تطرحش واحد دوري الامم الدولي مثل ما عليه الحال في دوري الامم الاوروبيه واللي غيعطي واحد اللمسه واحد اكثر للكره الافريقيه والكره العالميه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي